احنا بدنا يعني نطلع مثل هناك من بيوتنا فما نقدر لان شنو بس ما مش على رجلي يعني سيارات ماكو اشتباكات بين جيش العراق وبين الارهاب يعني انقطع علينا الاكل والكهرباء والماء يعني كل شيء ماكو خدمات كل شيء ما عندنا يعني ما نقدر يعني تقريبا 6 ايام احنا هيك يعني هذا الوضع ظلينا يعني الفتره لحد يعني ما طلعنا من الرمادي خارجها للتاميم من هناك سيارات اجينا العين التمر هنا استقرينا احنا احتياجاتنا طلعنا بس يعني ملابسنا وهذا احنا رادنا مثلا فراش يعني ملابس اكل فناس فوق ناس يعني حتى مساحه ما تكفينا هنا أنا بالبيوت فغرفتين هنا أنا غرفتين وبيت واحد فمعني ما حتى مجال ماكو يعني بيه Due to the security situation that's happening now in Anbar Governorate, upon our assessment as an international organization for migration, we find out there is many people fled from their houses and displaced in another areas. And as a humanitarian agency, we respond to those to this emergency case by distributing non-food items to these families. The distribution of the loading of today, we are in Erbil warehouse. We are sending some non-food items to Karbala Governorate. احتياجاتنا هواية مثل الصابة الدواشيق كل اللي نعاني من عنده لأن طلعنا بطرق ملابسنا وإحنا فترة اللي هذا هم كنا محاصرين يعني ما نقدر نطلع من شغل أولادنا ولا غيره ولا غيره ما يطلع أي شيء غذائيه بطانيات فراش رحبوا فينا اللجنه الدوليه مال الهجره والمهجرين وانتم جماعتكم ما قصروا يعني